من المؤمل أن ترسل موازنة العام 2020 في الشهر العاشر، وكذلك تلحقها ربما موازنة 2021. هاتين الموازنتين هل تتضمنا تلبية مطالب المتظاهرين، لا سيما الخريجين المطالبين بفرص العمل والإصلاح والتوظيف داخل دوائر الدولة؟ في هذه الموازنة درجات الحذف والاستحداث وما يمكن إضافته بناء على تقديرات أسعار النفط اللي راح تتضمنها الموازنة، ستحاول تغطية غالبية أو ما يمكن استيعابه من طلبات التعيين فيما يخص طلبة أصحاب الشهادات العليا، لأن أصحاب الأولوية في هذا التعيين، وكذلك استيعاب ما يمكن استيعابه من العقود والأجراء اليوميين.